أولاً نرحب بجميع وسائل الإعلام في البنك المركزي، ولا يعني بعدنا عنكم لأي موقف، لكن يمكن دائماً أصحاب المال يكونوا بعيدين شوية عن الإعلام. نحن في البنك المركزي منفتحين على كل المعلومات، أنشأنا مركز للإعلام المصرفي ولديها المعلومات الكاملة، وهو متواجد لأي ردود. كما تعرفوا طبعا الأوضاع المصرفية، أولا احنا أكملنا للتو اجتماع دوري مع البنوك، وكانت هناك مناقشة كثيرة. أولا كبنك مركزي، لا يوجد أي بنك مركزي قوي بدون القطاع المصرفي القوي، بمعنى احنا قوتنا في القطاع المصرفي، قوتنا في البنوك. لا نريد أن نتكلم في آلية النقل، الحمد لله الآن البنك المركزي في عدن يقوم بالدورة الكامل المتكامل بكل الوظائف التي يعملها. هناك كانت لدينا إشكالية من البداية، والمتمثلة في نقص مواردنا الخارجية، وأي بنك مركزي قوته طبعا إضافة إلى قطاعه المصرفي أن يكون في موارده الخارجية. مواردنا الخارجية كانت شحيحة إذا لم تكن منعدمة. أول دعم جالنا من المملكة العربية السعودية، نقدم لهم الشكر الجزيل لذلك بإيداع 2 مليار دولار، دخلت حسابات البنك المركزي في 12 مارس 2018، وهذه هي وديعة تحت إدارة مشتركة بيننا وبين المملكة يتم التعامل بها. نحن الآن الطلبات المقدمة، وحنسمع من الأخ الوكيل الأخ حسين القعيطي، هناك طلبات متقدمة متتالية بشكل أساسي، ولذلك يمكن الريال اليمني اليوم هو الشغل الشاغل للناس، والكل يسأل أسباب نقص القيمة الشرائية في الريال اليمني. كما يعرف الجميع أنه أي عملة بلد هي مرتبطة بإنتاج ذلك البلد، ما يسمى بالناتج المحلي الإجمالي، وهي مجموع الصناعة والخدمات كاملة، ومن ثم بالمقابل يأتي كم تسطر وكم تستورد، ما هو الأكثر ما يسمى بالميزان التجاري، إذا كنت أكثر أو أقل، هذه هي المحطة الأولى لأي عملة. المحطة الثانية تأتي كم إيرادات الدولة وكم مصروفاتها، هذه تعتبر المحطة الثانية. نتكلم بكل شفافية، طبعا البلد في حرب، تم نقل البنك المركزي بدون أي موارد، الآن والحمد لله نستطيع أن نتكلم بكل ثقة أنه جميع إيرادات الدولة في المحافظات اللي تحت سلطة الدولة هي تورد إلى البنك المركزي من ضرائب وجمارك ومبيعات نفطية، وهذه التوريدات تتم تسجيلها وعملها في البنك المركزي مقرها الرئيسي عدن. هناك مارب وتساؤل كثير، ووصلنا إلى اتفاقات مع مارب. أمس أول يوم تم إرسال الرسائل لكي يتم الربط، أولا الربط المحاسبي بمعنى أن يكفل حساباته ويفتح لدينا، هناك في تجاوب، لكن كإيرادات الذي لدينا إيراداتنا للثمانية الأشهر الذي هي يناير سبتمبر 400 مليار ريال، مصروفاتنا 860، لدينا عجز 461. دائما السؤال كيف تغطي العجز؟ أنا كنت وزير مالية إلى مايو 2015، كان العجز 400 مليار، هذه مستمرة لدينا، كان لدينا عجز 400 مليار، كان إيراداتنا تريليون و900 مليار، ومصروفاتنا 2 تريليون و600، كان لدينا
عجز يتفاوت بين 400 إلى 500 مليار يتم تغطيته من، لا نريد أن نتكلم بلغة البنوك، بنحاول أن تكون لغة سهلة، كنا نغطيها من مصادر ما يسمى مصادر غير التضخمية، بمعنى أن لا تغطيها بنقد مطبوع أو بإصدارات جديدة، كنا نغطيها بأذون خزانة، نغطيها بصكوك، ونغطيها بسندات حكومية. من أول ما انتقل البنك المركزي إلى عدن من الصعوبة أن تشغل هذه الأدوات، الحمد لله الآن اليوم الاجتماع كان يمكن هو البداية، تم تشغيلها. الأخ أديل مدير عام الدين هو وفريقه عمل ممتاز. الآن أنشأنا ما يسمى بشهادة الودائع، هي زي أذون الخزانة، رفعنا سعر الفائدة، وهذه أحد أدوات البنك المركزي في ظروف زي هذه. الأخوة والأخوات من الإعلام المتابعين للظروف الاقتصادية الخارجية، يمكن المتابعين لتركيا عملتها فقدت الشيء الكثير، يمكن مقارب لنا وهي دولة كبيرة مستقرة لا يوجد حرب. اليوم أنا لدي إدارتين للأسف الشديد، الاقتصاد واحد، العملة واحدة، فهذه أحد الإشكاليات. حاليا إن شاء الله من الشهر القادم حيتم تغطية أغلب العجز من مصادر غير تضخمية، بمعنى أنه حيتم تخفيف استخدام النقود المطبوعة. طبعا النقود المطبوعة دائما أقرأ من خلال المواقع، من خلال الصحف، أول ما تأتي حاوية قالوا دخلت نقود جديدة. النقود الجديدة أولا ما يسمى بالكتلة النقدية في اليمن قبل الانقلاب هي 1,400,000,000,000، منها 400 مليار كانت احتياطي بين صنعاء والحديدة، بمعنى أنه كمية النقود المتداولة في البلد 1,000,000,000,000. العمر الافتراضي للورقة اللي بأيدينا بين 18 شهر إلى 8 أشهر. أيش الفارق 18 والثمانية؟ المجتمع اللي يستخدم الكاش بشكل كبير تنزل إلى 8، وأعتقد ويستخدمه ما يسمى بالاستخدام القوي، يعني إنه واحد يكتب تحياته، واحد يكتب ختمه، هذه بتأخذ 8 إلى 9 أشهر. آخر طباعة تمت في اليمن 2009، آخر نقد دخل البلد جديد 2012 وقتها أنا كنت رئيس الجمارك، ودخلت فعلا للحديدة، وهي ظلينا نحتفظ بها من 2012 إلى 2014. قيادي استراتيجي من العملات الخارجية، الأخ الوكيل هذا يخصه، هذا في البنوك الخارجية لا يكون في البلد مطلقا، الدولارات أو احتياطيات الخارجية. اليوم أنا احتياطي الخارجي 2,900,000,000 محسوب فيها الوديعة السعودية، ومحسوب فيها المنحة السعودية، إضافة إلى 700 مليون دولار الذي كانت لا زالت في بنوك، بعضها أفرج عنها والبعض لا زلنا في عملية الإفراج. ولذلك الكتلة النقدية كان لدي 1,400,000,000,000، حصل المشكلة الذي حصلت في البلد والانقلاب وخروج الشرعية من صنعاء، انتقالها إلى عدن، وكان البنك المركزي لما تم نقله تقريبا شبه فارغ من النقدية، تم اتخاذ قرار بالطباعة. فعلا كان هناك عقود أكثر من ما يجب في الكتلة النقدية، أنا ألغيت عقود. العقود الآن الذي هي جاري تنفيذها هي 1,720,000,000,000 بالأرقام، ما تم استلامه 1,000,000,000,000. حاليا لا نزال ننتظر 700، ولدينا قرار كما قلنا يجب أي بنك مركزي أن يكون لديه احتياطي من العملات المحلية. ولذلك يا أخوان والأخوات، يعني النقود قبل إصدارها من البنك المركزي هي تعتبر ورقة، لا يعتبر نقد. ولذلك لما نستوردها، كل البنوك لما تستوردها يسموها أوراق مطبوعة،
الفلوس كم ما أخذنا فلوس لا تعتبر نقد إلا لما اصطرها خارج السوق. بمعنى لدينا قرار من مجلس الإدارة أن نعمل احتياطي من العملات المحلية 500 مليار. هذه احتياطي لا يمس، هذا لا يسطر، هذا لا يعتبر نقد خارج، عبارة عن مخزون في الخزائن يتم توزيعه بين الفروع. يمكن سمعتوا الإشكالية التي حصلت لنا في 2014 في المكلة لما هجموا على البنك المركزي وكان فيه مبلغ، البعض كان يتساءل ليش المبلغ هذا؟ هذا هو ضمن الاحتياطيات. لما يكون عندي احتياطي لا يكون في البنك المركزي الرئيسي، يكون موزع على الفروع. احنا الحمد لله الآن أغلب فروعنا شغالة، الآن تم استكمال فرع تعز شغال، فرع لحج شغال، فرع الضالع شغال، أبين الآن بنعمل على استكمال إجراءاته، فرع حضرموت سيئون والمكلا شغال ومربوط بالبنك المركزي، فرع المهرة شغال ومربوط بالبنك المركزي. أغلب الفروع الآن هي مربوطة بنا ونتعامل معها كبنك مركزي بشكل طبيعي. هناك أكثر من أسباب لما نحن فيه. فعلا إيراداتنا منخفضة بحكم توقف العجلة الإنتاجية الاقتصادية، غاز موقف، نفط الآن لدينا فقط من مصدرين اللي هو حضرموت، وهذا كل شهرين يدخل للبنك المركزي في حدود 150 مليون دولار، وشبوها الآن في بوادر احنا وصلت لنا الدفعة الثانية، لكن كل هذه الإيرادات تدخل لحسابات البنك المركزي، ليس للحكومة أي علاقة، تدخل لحسابات البنك المركزي، ومن ثم البنك المركزي بيرفعها كموازنات تصرف عبر الحكومة. لكن كان هناك لغط، أقولها بكل وضوح، إيرادات مبيعات النفط تصل إلى البنك المركزي، وكما قلت 150 مليون دولار كل شهرين، 50 مليون دولار تخصم مباشرة، 30 مليون دولار تروح لشركة بترومسيلة مصاريف تشغيلية، و20 إلى 24 مليون دولار حصة حضرموت تخصم مباشرة، يظل 100. كنا ولازلنا نصرف في حدود 50 مليون دولار لمشتقات كهرباء عدن والمحافظات المجاورة. نحن الآن استلمنا منحة من المملكة العربية السعودية مقدارها 60 مليون دولار للمشتقات النفطية للكهرباء، هذه أيضا كما حتعزز الطاقة الكهربائية المنتجة في عدن والمحافظات المجاورة حتعزز أيضا موقفنا المالي. لدينا أيضا كما سمعتوا المنحة من المملكة العربية السعودية بقرار سامي من جلالة الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين 200 مليون دولار، أخذت 24 ساعة من عند الإعلان حتى وصل المبلغ إلى حسابنا. المبلغ دخل في حسابنا يوم الثلاثاء الماضي، وأنا وزملائي كبنك مركزي يعني بعد أن تمت استكمال الإجراءات طلب مني أن أعلن أن المبلغ وصل. لم أعلن إلا بعد أن اتصلت بالبنك وعمل لي كشف حساب، والمبلغ ظاهر في كشف الحساب. طبعا هو يظهر بالريال السعودي 750 مليون ريال سعودي، هذا دخلت في حسابات البنك المركزي ونتعامل معها، ولازلنا في آلية أغلبها هو حنتعامل معها فيما يخص الاعتمادات. الاعتمادات وتغطيتها من الوديعة السعودية أخذ لغط كثير فيها، صحيح أنه كان في تأخير لأنها كانت أول مرة في إجراءات، أي شيء في البداية يأخذ وقته، لكن اليوم اتفقنا مع البنوك ومع الأخوان في المملكة أنه بتأخذ أقل من 10 أيام. وحنسمع من الأخ حسين، عادوا أمس وصلتنا الدفعة، تقريبا احنا أسبوعيا نبعث دفعة، لحد الآن مرسل لهم 50 مليون دولار الدفعة الرابعة، الثالثة ارسلناها الأسبوع الماضي 8 مليون دولار وصلت اليوم،
وبلغنا البنوك الآن حيبدوا تشغيلها، نتوقع الأسبوع القادم أن يأخذوا البقية. فيما يخص أدوات البنك المركزي اللي اتخذها، كما قلنا رفعنا سعر الفائدة على السندات الحكومية، كانت 10% رفعناها إلى 17%. الشهادة الإيداع وهي موازية أو مقاربة لأذون الخزانة 27%. وبالنسبة للبنوك الإسلامية ما يسمى بودائع الوكالة، وحنسمع من أديل ما هي الآلية. حضيف فقط موضوعين الذي هو كانت المضاربة والصرافين. أولا الصرافين قاموا بدور وطني غير طبيعي خلال الفترة الماضية، لأنه كانت بداية الحرب تقريبا أقفلت المسارات على البنوك، فكان الصرافين هما الأكثر فعالية. طبعا هناك صرافين رسميين وصرافين غير رسميين، هذا احنا بنتخذ إجراءاتهم ولازلنا طبعا في المحاكم. المضاربة وجدناها أكثرها فيما يخص المشتقات النفطية. المشتقات النفطية تأخذ مننا أكثر من 60% من الطلب على الدولار، وكما يعرف الجميع أنه كان المشتقات النفطية يأخذوها أو يطلبوها بالدولار. من الأسبوع الماضي تم إلزام الجميع أن يتعاملوا بالريال. حالياً الحكومة خصصت 15 مليون دولار شهرياً لشراء مشتقات نفطية لشركة النفط، وحددنا سعر تنافسي للشركة 585. مشتروات شركة النفط يغطيها البنك المركزي شهرياً بما مقداره 15 مليون دولار مخصصة بقرار من دولة رئيس الوزراء، وهذه تأتي دورياً، واليوم أعتقد أول مصارفة لهم. فيما يخص بقية التجار، تم الاتفاق مع الأخوان في البنك الأهلي وبقية البنوك، هي مفتوحة على أي بنك. التاجر يورد مبالغه إلى البنك الأهلي أو البنك اللي يختاره، ومن ثم يتم تغطيته من السوق. طبعا فيه مراقبة للحوالات الخارجية، في رقابة للعقود للمنظمات الدولية من قبل البنوك، بحيث أن البنوك مواردها الخارجية تحت إدارتنا أولا تغطيها، إذا لم تغطيها حيتم النزول للسوق من قبل البنك تحت إشراف البنك المركزي دون أن يحدث الخلل الموجود اللي كان يحدث سابقا. فهذه هي تقريبا المشتقات النفطية كان لها الدور الرئيسي. تحويلات المغتربين أيضا كانت أحد المصادر لنا، قلت بشكل كبير لأسباب الكل يعرفها. كنا نتكلم عن 4.6 مليار إلى 2010، طبعا قبلها كان توصل إلى 5، نزلنا إلى 3، نزلنا إلى 2، الآن تقريبا أقل من 2. الآن نحن نتعامل مع البنوك اللي تأخذ هذه الحوالات من المغتربين، رغم قلة الحوالات التي أتت من المغتربين. النفط طبعا كما قلنا نزل بشكل غير طبيعي. الآن هناك خطة لدى الحكومة إنها تعيد تفعيل إنتاج النفط، وفعلا بدأت شبوة دخلت من شهرين، نتوقع أيضا حقلين آخر في شبوة أن تدخل. فهناك سياسة نقدية ويقوم بها البنك المركزي، وهي أنا بشبه العملة والبنك المركزي كما الترمومتر. يعني لما تأخذ الترمومتر وفي عندك مريض بتقيسه وتطلع درجة الحرارة 60، هل الخلل في الترمومتر ولا الخلل في المريض؟ العملة هو الترمومتر. هل أظل أخبطها أنزل إلى 30 أم أني أعالج الكلى أعالج الكبد أشوف إيش المشكلة؟ هنا هي الإشكالية. العملة هي الترمومتر الذي تظهر لنا أنه هناك في سياسات اقتصادية غير مناسبة، يجب أن نعود لها. وهذه المهمة الرئيسية الذي تقوم بها اللجنة الاقتصادية بشكل أساسي، تتعامل معنا فيها فيما يخص مراجعة السياسات الاقتصادية، مراجعة الإنفاق، مراجعة المرتبات، لأنه الموازنة الذي هي تصرف الآن تقريبا أكثر من 92% هي مرتبات في المناطق المحررة. ولذلك الآن الحكومة
عملت إجراءات كثيرة. شاركتنا كعضو في اللجنة الاقتصادية مع الحكومة في اتخاذ بعض الإجراءات، لكن البنك المركزي كما يعرف الجميع هو له استقلاليته وله سياسته النقدية، وكانت أحد الأشياء الرئيسية في المشرع الذي شرع القانون رقم 2000، القانون رقم 14 لعام 2000، هو أعطى البنك المركزي استقلالية كاملة. لكن في الأخير نحن ننفذ سياسة موازنة الدولة، وهذه موازنة الدولة والاستقلالية فيها أخذ وعطاء. الاعتمادات المستندية الخاصة بالسلع الأساسية والضرورية فهي تغطى من موردين أساسيين، المورد الأول هو الوديعة السعودية، والمورد الآخر هو مبلغ مخصص من الحكومة اليمنية فيما يخص الاعتمادات الصغيرة. طبعا البنك المركزي قام بوضع عدد من الإجراءات لأجل تطبيق هذه القرارات. تمام، البنوك عادة تتقدم بطلباتها إلى البنك المركزي فيما يخص طلبات عملائها لتمويل حساباتها في الخارج. البنك المركزي يراجع هذه الطلبات ويتأكد من استكمال كافة الوثائق الخاصة بطلب الاعتماد المستندي، ويتأكد من خلو العملية تماما من أي شبهات فيما يخص غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، حتى تكون العملية خالية تماما من أي مصادر مشتبهة. بعد استكمال الإجراءات طبعا فيما يخص التمويل من الوديعة السعودية، البنك المركزي بيرسل هذه الطلبات إلى وزارة المالية السعودية بحسب الإجراءات المتفق فيها مع الجانب السعودي. بتاخذ فترة من الوقت لمراجعتها واعتمادها من الجانب السعودي، ثم إبلاغ البنك المركزي بالموافقة أو الرفض. البنك المركزي يستكمل بقية الإجراءات، يبلغ البنوك التجارية بالنسبة للاعتمادات اللي تم الموافقة عليها وبالأسعار بسعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي في تلك الفترة، وتبدأ البنوك التجارية بتوريد مبالغ الاعتمادات بالريال اليمني إلى خزينة البنك المركزي في عدن، والبدء بإجراءات فتح الاعتمادات المستندية عن طريق نظام السويفت، ومن ثم يقوم البنك المركزي بتغطية حسابات البنوك التجارية طرف مراسلينها في الخارج. نفس الآلية طبعا متبعة فيما يخص تغطية الاعتمادات الصغيرة اللي تغطى من مخصص الحكومة. طبعا الفرق فيها فقط أن الموافقة تأتي مباشرة من البنك المركزي وإبلاغ البنك التجاري فيها لاستكمال بقية الإجراءات. طبعا لتسريع هذه العمليات، لتسريع عمليات مراجعة طلبات الاعتمادات المستندية، لتسريع طلبات مراجعة الاعتمادات المستندية، طبعا طاقم العمل في قطاع العلاقات الخارجية في البنك المركزي يشتغل على مدار الأسبوع في فترتين، فترة صباحية وفترة مسائية حتى وقت متأخر في المساء. وتم الاتفاق على أساس أن الطلب لا يأخذ أكثر من 3 أيام للمراجعة في البنك المركزي. بعد 3 أيام يتم إبلاغ البنك التجاري إما بموافقة البنك المركزي أو برفض الطلب إذا كان فيه أي شبهات، أو إبلاغ البنوك التجارية بالملاحظات والنواقص الموجودة في الطلب لغرض استكمالها والرد على البنك المركزي. طبعا إلى حد الآن إحنا أرسلنا حوالي 4 دفعات من الطلبات من الوديعة السعودية إلى الجانب السعودي. حتى الآن تم الموافقة على 3 دفعات، والدفعة الرابعة يعني إن شاء الله في انتظار الحصول على الموافقة الأسبوع القادم بإذن الله. إحنا مثل ما قال معالي المحافظ نعمل بشكل بحيث أنه كل أسبوع نجمع عدد من الطلبات ونرسلها للجانب السعودي لغرض الموافقة عليها. اليوم الآن أنا أكلمكم اليوم وعندنا الدفعة 5 جاهزة عندي هنا ومنتظرين بس نعرضها على معالي المحافظ لغرض اعتمادها وإرسالها للجانب السعودي. هي بحوالي 59 مليون دولار قيمة الدفعة 5، بيتم إرسالها إن شاء الله اليوم. وبالنسبة للاعتمادات الصغيرة اللي تم تغطيتها من مخصص الحكومة
معنا إلى حد الآن يعني راجعنا وقبلنا حتى الآن حوالي 25 طلب لاعتمادات صغيرة بقيمة إجمالية حوالي 2,600,000 دولار. طبعا لأنها صغيرة أقل من 200,000، نستلم أحيانا طلبات في حدود 50,000, 70,000, 100,000، أقل من 200,000 دولار. هذه مستهدفة التجار الصغار يعني تستهدف. ما نركز على الكبار، هذه مستهدفة للتجار طبعا الصغار يعني. نستهدف فيها صغار التجار. طبعا نعلم جميعا ما نعانيه في الوطن من العديد من الأزمات والمشكلات الاقتصادية، وفي نفس الوقت لدى البنك المركزي يقع على عاتقه هو الحكومة العديد من الالتزامات، فأي حكومة تطلب الوصول إلى مرحلة التنمية ومرحلة الاستقرار الاقتصادي، وللوصول إلى هذه المرحلة لديها أداتين، لديها تنفيذ سياسة مالية ملقاة على وزارة المالية وسياسة نقدية المفروض أن يقوم بها البنك المركزي، ولكل سياسة عدد من الأدوات، السياسة المالية لديها أدواتها والسياسة النقدية لديها عدد من الأدوات الخاصة بها. بالنسبة لنا اليوم للتعريف بأدوات تسمى بأدوات الدين العام. أدوات الدين العام تعد مزيج خاص ومزيج ملائم وفريد بين هذه السياستين، يمتلك من أدوات السياسة المالية ويمتلك من أدوات السياسة النقدية في نفس الوقت. الهدف الرئيسي للتعريف بأدوات الدين العام كونها تستخدم في تمويل العجز في موازنة الدولة. موازنة الدولة مثل ما قال الأستاذ المحافظ المتمثل منها حوالي 90% خاص بدفع مرتبات الموظفين، وبالتالي لتمويل ذلك العجز لدينا عدد من الطرق. الطريقة الأولى هي الطريقة التقليدية، وهي الطريقة التي تؤدي إلى التضخم، وهي طريقة الطباعة النقدية، أن نقوم بطبع العملة لتمويل المرتبات. الآليات الأخرى هي آليات الاقتراض، إما الاقتراض نحصل على قرض خارجي وما يترتب عليه من فوائد وبعض الإجراءات، وإما الاقتراض الداخلي بحيث نعيد السيولة ونعيدها إلى القطاع المصرفي أي نقترض من المصارف وكبار التجار وندفع بالرواتب بفوائد معينة، وهذا هو ما يعرف بأدوات الدين العام. بالنسبة لنا هنا في البنك المركزي في عدن اليوم بدأ الإعلام بأننا سنبدأ من يوم الأحد القادم بالاكتتاب والحصول في 3 أدوات: السندات الحكومية بفائدة تم رفعها إلى 17%، وشهادة الإيداع وتم رفع النسبة إلى 27%، وأضفنا إليها أيضا التعامل مع البنوك الإسلامية، وهذا شيء جديد لم يتم من قبل، حيث تم إنشاء وحدة خاصة تعرف بوحدة الصكوك الإسلامية. كوحدة مستقلة تماما على البنك المركزي، بحيث تكون مثل شركة استثمارية. هذه المؤسسة والشركة تأخذ أموال البنوك الإسلامية والمضاربين من كبار التجار وتستثمرها في أدوات الحكومية، تستثمرها في الأدوات التي سيقدمها البنك المركزي. لا هو طبعا مسألة رفع نسبة الفائدة، يعني البعض بيقول الآن محمل أعباء جديدة على الحكومة برفع نسبة فائدة عالية، لم يسبق أن رفع البنك المركزي نسبة فائدة إلى 27%، ولكن لماذا عملنا هذا الرفع؟ طبعا جميعنا نعلم بأن الأموال المتداولة أو السيولة الموجودة والفائضة والمتداولة في السوق هي خارج عن القطاع المصرفي، ليست أصدى في البنوك، وإنما خرجت إلى محلات الصرافة أو تم اكتنازها. فالزيادة في حجم السيولة، السياسة النقدية أساسا في تعريفها هي استخدام البنك المركزي لمجموعة من الأدوات بهدف توفير سيولة مناسبة في وقت معين. إذا زادت السيولة المتداولة في السوق يؤدي ذلك إلى التضخم، وإذا نقصت يؤدي إلى الكساد. فالسيولة المتداولة بشكل فائض في السوق هي التي تؤدي إلى أخذ التجار هؤلاء إما إلى اكتناز السيولة وإما إلى المضاربة في العملة الصعبة. بدأوا أصبحوا يتعاملوا مع الدولار وكأنه ذهب، كأنه مخزن للقيمة، يعني عشان يحفظ أمواله من التآكل السعري يروح يضارب في الدولار وهو مش محتاج دولار. الطبيعي أن الإنسان المحتاج دولار هو اللي بيعمل استيراد، بيستورد، يعني بيروح يفتح اعتماد استيرادي أو بيرسل حوالة عشان يستورد بضاعة. لا، أصبح الكثير يلجوا إليها مثل ما يعرف اقتصاديا بسياسة سلوك القطيع،
أصبح عندما يشعر بأن الطلب الدولار بدأ يرتفع أصبحوا يحول أموالهم من الريال ويروح يضرب على الدولار عشان يحفظ قيمة الثروة، يعني قيمة أمواله.